السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة مطبخ بيتي. نتمنى أن فيديو اليوم يلقى الجميع في أحسن الأحوال والظروف، واللي تيشاهد القناة لأول مرة تنقل له يتفرج في الفيديو حتى الأخير، ولا عجبه يشارك فضلاً وليس أمراً في القناة بتفعيل الجرس باش يتوصل كل جديد، ويخلي لي لايك وتعليق. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نقدم لكم كيك فردي كيجي خفيف وزوين في نفس الوقت، بمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت. ندوزو ذكر المقادير اللي سنحتاجو. عندي الكاكاو، جوج بيضات، كاس لاروب ديال الزيت، كاس لاروب ديال الحليب، كاس لاروب ديال سنيدة، خمارة ونص، واحد فانيا، قريصة الملح، ومعلقة صغيرة ديال الخل، وبطبيعة الحال الدقيق كيبقى على حسب الخلاط. ندوزو لطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. نديرو البيض في الإناء اللي نخلطو فيه الكيك. تنضيفو عليه كاس لاروب ديال سنيدة، سنخلطهم سنضيف كاس لاروب ديال الزيت، نبقى نحرك، كنضيف حليب، كنضيف من بعد صاشي ديال الفاني. بعد ما عملنا الفانيا كنضيفو قريصة ديال الملح، هنا كنخلطو، والآن غنبقى نضيف الدقيق تدريجيا. وانا سنخلط الان بعد ما ضفت الدقيق كيف كتشوفوا، دابا ندوز نخلطوا بالطر. نخلطوا مزيان ونرجع معكم. ومن بعد ما خلطت الكيك وضفت له الدقيق، نضيف له معلقه صغيره ديال الخل، نخليها هي الاخر، ونضيف خمارة حلوة،
غنخلط. ومن بعد ما خلطت الكيك وضفت لي في اخر مرحله الخل وخمارات الحلوه، قسمته ثلاثه الاجزاء وخليت هنا غير شويه ديال الخليط من طبيعه الحال. هذا غنضيف عليه الكاكاو، بغيتو يجيني لون غامق. نحاول ندخل الكاكاو في هذا الخليط كيف كتشوفوا. قسمت الكيك كيف سبق لي وذكرت لكم الى ثلاث اجزاء كيف كتشوفوا. هذا خليته لون اسود فاتح، هذا خليته بنفس اللون ديالو، وهذا ضفت له الكاكاو، ضفت له الكاكاو. ودابا غندوز نعملهم في المون طبيعه الحال. ديجا سبق ليا ودهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. غنحاول ندير له هذا الشكل، هذا شكل عشوائي. غنكمل بنفس الطريقه ونرجع. ومن بعد ما وزعت الخليط الاسود في المول، دابا غنبقى نضيف الخليط الابيض كيف كتشوفوا. غنكمل بنفس الطريقه كيف كتشوفوا حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. وهذا هو الشكل ديال الخليط ديال الكيك من بعد ما وزعته في المولات اللي غندخل الفران. من طبيعه الحال من بعد ما دهنتهم بالزبده ورشيتهم بالدقيق، الان غادي ندخلهم الفران يكون بارد ونرجع معكم في الشكل النهائي ملي وجدوا. ورجعت لكم مشاهدينا الكرام في الشكل النهائي ديال الكيك الفردي من بعد ما وجد لينا. هذا هو الشكل ديالو كيف كتشوفوا في الصوره، تيجي طالع وخفيف في نفس الوقت. زوقت نصف الكميه ونصف الكميه احتفظت بها كما هي. هذه الكميه اللي زوقت دهنتها بمربى ديال المشمش ودردرت عليها من الفوق الكوك، وبطبيعة الحال تبقى تزيين اختياري على حسب الذوق وعلى حسب المتوفر. كنتمنى تجربوا وان شاء الله غادي يعجبكم، وإلى اللقاء في فيديو قريب ان شاء الله.